جزا الله فضيلة شيخنا الوالد العلامة محمد بن هادي المدخلي على هذه الكلمة. أنا محمد بن هادي يا شيخ عبد الرحمن، لا إياكم وهذا المدح. أنا محمد بن هادي يكفي فقط. الله يبارك فيك. أنا محمد بن هادي بن علي المدخلي، مدرس في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم جميعا، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل. آمين. نعم. إياكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والإخوة هنا جميعا يقرؤونكم السلام ويدعون لكم ويحبونكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلهم يسمعونني جميعا الآن. نعم يسمعون. الله يبارك فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق والهدى والإسلام والسنة حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم، حياكم الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.